صباح واهلا وسهلا على القناه. اليوم بدنا نتحدث عن الريلمي جي تي 2 برو. ريلمي هلا اعلنت عنه ب ام دبليو سي 2022 وانا موجود هونيك كمان، بس الشغله اللي بدي اتحدث فيكم انه هالتليفون رغم انه نازل بالسناب دراجون 8 جن 1 انا ناطره لهالتليفون من ديسمبر السنه الماضيه لما اعلنت عنه شركه كوالكوم للحاسوب، لاني انا معجب كثير بشركه ريلمي وبدي اشوف شو بدهم يعملوا هن لما يحطوه بقلب التليفون. صراحة كل الشغلات بقلب هالتليفون مميزاته حلوة. حنتحدث عن المميزات الجديدة، الفلاكشيب مميزات اللي بقلب هالتليفون وكل الشغلات اللي عجبتني فيه. يلا أنا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك على القناة. خلينا نتحدث على ريلمي جي تي 2 برو. اعملوا لايك وسجلوا على القناه حتى دائما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديده. هيدي هي العلبه والغراض اللي بيجي بقلبها. عندنا التليفون موجود هون، هذا الريلمي جي تي 2 برو. عندنا الشارجر بيجي بقلب العلبه 65 واط، نقدر نشارج البطاريه هون، هيدي ال 5000 ملي امبير بقلبها. ما عندنا وايرلس شارجر بس على القليل بنقدر نشارجها بسرعه كثير. العلب شريط هون اليو اس بي سي لليو اس بي اي لنقدر نشارجه ونستعمل الشارجر لانه هذا يو اس بي اي. عندنا كمان غطا موجود هون موجود بقلب العلبه، وعنده نفس النظام هون موجود عليه والامضاء منه لناواتو فوكساوا اللي عمل الديزاين تبعه لهالتليفون. في عنا اربع الوان حيكون موجودين بالسوق، البيبر وايت اللي موجوده عنا هون، البيبر جرين لونه اخضر عن هيدا، والستيل بلاك والتيتانيوم بلو حيكون الالوان الموجودين. العلبه هيدي اغراضها كلها موجوده يعني مثل ما بدك. عنا الشارجر بقلب العلبه، الشريط بقلب العلبه، والتليفون. عنا كاميرتين هون 50 ميجا بكسل اذا بنطلع شوي على قفا العلبه، ال 2K ديسبلاي للشاشة الموجودة عندنا قدام، بيبر وايت البيبر تك ماستر ديزاين الموجود عندنا هون، سناب دراجون 8 جن 1، عندنا كمان 50 ميجا بكسل كاميرتين. هلا الشركة حتعلن عن تليفونين بنفس الوقت، عندنا جي تي 2 وجي تي 2 برو. الجي تي 2 حيكون عم يستعمل الحاسوب 888 من سنة 2021، والجي تي 2 برو حيستعمل ال 8 جن 1. هيدي من شوي الفرق بين الاثنين، وفي فرق شوي زيادة كمان الحجم البطارية وهيك شغلات تانية، بس الأهم شيء نعرفه إنه الجي تي 2 برو حيستعمل آخر حاسوب من شركة كوالكوم. خلينا نتحدث هلا عن المواصفات كلها، عن كل السبيسيفيكيشن عنه لهالتليفون. أول شيء بنقول إنه الشاشة الموجودة عندنا هون 6.7 إنش، هيدا حيكون ال تي بي أو 2 AMOLED display. بيعطينا ال HDR 120 هرتز عليه، ومش بس هيك بنقدر نعمل البرايتنس عليه لل 1400 نتس، معناته كتير بيمشي منيح برا لما نكون عم نشوفه بكون عندنا الشمس عليه. غير هيك 2K display مسمينه، معناته QHD اعلى من 1080p وبيمشي كتير منيح، والريفرش ريت تبعه مثل ما قلت لكم 120 هرتز. الكاميرا الموجوده قدام هون 32 ميجا بكسل بتعطينا 1080p للفيديو، وبتعطينا صور كمان مزبوطه عليه هون نقدر نستعملها بالكاميرات، حنتحدث بعد شوي. الكاميرا الموجوده ورا هون الكاميرتين الموجودين هون 52 ميجا بكسل، الاول وحده بتكون وايد والثاني الترا وايد. الالترا وايد بتقدر تعطينا كمان الصوره بال 150 ديجري بسموها، مثل بسموها السمول وورد، عملت هلا بفرجيكم بعد شوي، متعملت البالون، الصوره بتطلع مثل كانها معموله على بالون. غير هيك كمان عن الكاميرا الصغيره الموجوده هون 3 ميجا بكسل مايكروسكوب، هيدي حتساعدنا نستعمل الكاميرا الموجوده هون بقلكم بشكل رهيب. شفناها من قبل بعتقد على شركه ثانيه، بس هون مثلا بتطلع هون على الايميج الموجود على الطاوله، بقرب التليفون لبقرب قرب 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 وطلع فينا نشوف الخيطان كيف موجودين كيف فايتين على بعضهم، وكل هالمنظر شكله حلو. فيكم تستعملوا هالطريقه لتعملوا صور هيك كرييتيف بسموه هون، هيدي موجودين هونيك. مثل ما قلت لكم الكاميرات اللي هون بدنا نعملهم 8K على 24 فريمز بير سكند، 4K 60 فريمز، 4K 30، اثنيناتهم ال 50 بيعملوا 4K 30 بس الاساسيه بس بتعمل 4K 60. الكاميرات والبطاريه مثل ما خبرتكم من قبل 5000 ملي امبير، فينا نستعمل الشارجر اللي بيجي بقلب هذا الشاحن ب 65 واط، فينا نشارج البطاريه تقريبا ب 33 دقيقه، يعني شوي فوق 30 دقيقه اذا التليفون كان ميت، واذا منه ميت تقدر يضاينكم مده طويله. اربع الوان موجودين بالسوق، البيبر وايت والبيبر اخضر ولا الجرين، ستيل بلاك والتيتانيوم بلو. هيدي المهم اهم شيء. شغله ثانيه بتلاحظوا انه هون مكتوب عندنا مثل الامضاء للديزاينر تبعه لهالتليفون اسمه ناواتو فوكساوا، هو اللي عمل السيستم تبع البيبر وايت والبيبر جرين، بتشوفوا هون موجودين هون. وغير هيك مثل ما فرجيتكم من قبل الغطاء عنده نفس المعامله ونفس الامضاء موجود عليها. كنت امنيتي انا انه يكون الغطاء بيني وبينكم يكون نقدر نشوف عبره، بس هذا عاملينه هاللون بيمشي منيح بيحمي لنا التليفون، بيحمي الكاميرات من ورا، عندنا كمان حمايه للشاشه، في عندنا هون بروتكتور موجود عليه للتليفون من اصله غطاء عشان الازاز، بس منه ازاز هو هذا بلاستيك بروتكتور. الفينجر برنت سنسور شكله منيح، نقدر نفتح الشاشه، خلينا نحط هون نعمل انلوك. ومش بس هيك، فيكم تعملوا نفس الشيء اذا كبستوا وزيدتوا الكبسه لتعملوا الشورت كاتس لتزيدوا شغلات، مثلا بدكم تستعملوا الاسيستنت. عندنا الجوجل بلاي ستور مثل ما تكون عارفين، وموجود هون كمان الريلمي يو اي 3.0، هيدا معناته التليفون موجود عليه اندرويد 12. سو ريلمي يو اي 3
الديفايس اسمه هون ريلمي جي تي 2 برو 256 جيجا بايت على السيستم 12 جيجا بايت للرام وفيرجن 3.0 واندرويد 12 موجود عليه للتليفون. هيدي حلاوته للتليفون وماشي ومثل ما خبرتكم سناب دراجون 8 جن 1. الريلمي جي تي 2 حيطلع ب 888 من السنه الماضيه بس برضه عنده بيجي كمان بالريلمي يو اي 3 مع اندرويد 12. سو ما حيكون عندنا اي اشكال نستمتع فيه للتليفون. في عنا عدة شغلات موجودة تحت الريلمي لاب الدول مود اوديو لنستعمل سماعتين، فينا كمان نستعمل الفينجر برينت سنسور لنعمل الهارت ريت تبعنا للتليفون. هيدي حلوة انه نقدر نستعملوها، بيضوي الضوء تحت بسمتنا وبتاخذ القراءة عنا لتعرف قد ايه النبض تبعنا وكيف ماشي مزبوط. فيكم تستعملوها امتين ما بدكم، بس بدكم تيجوا على الريلمي على الهارت ريت ميجر بتكون تحت اللابس. الدول اوديو بتقدر تستعملوا سماعتين نفس الوقت، وسليب كابسول بتساعدكم انه تخففوا النوتيفيكيشن مثل بيوقف تتابعوا الشغلات حتى تركزوا وتقدر تناموا مزبوط. هيك شغلات مزبوطة كتير منيحة. في عنا كمان الريلمي جي تي 2 هيدا مسمينه جي بي مود، بيساعدنا نعمل اوبتمايزيشن للسيستم لما نلعب العاب. هلا مثلا لما نشوفه هون 5 سي بي يو لما بندورها بيعملنا هذا بدورنا اياها ويمشي السيستم مزبوط خاصة للالعاب. فيكم تدوروها لما تلعبوا العاب، واوتو اكسيت فيكم تعملوها بتدوروها اذا ما عم تستعملوها بتطفي حالها لوحدها. عادة التليفون بيني وبينكم ما في اشكال، البطارية بتضلنا مدة طويلة وبنشرجها بسرعة كتير. عنا الاختصاصات البرسوناليزيشن مثل ما شفناها من قبل، فينا نعمل التظبيطات كلها للالوان، نستعمل الصوره تاعت الوال بيبر مثلا هون لنعمل الوان خصوصيه فيه للتليفون. هذه الشغله كتير منيحه. وكمان خلينا نتحدث شوي هلا عن البنش ماركس. اللي عجبني فيها انه هذا الحاسوب مثل ما قلت لكم اخر حاسوب وانا ناطر من ديسمبر، سو 1251 و3493 هدول حيكون الخبره الموجوده عندنا هون. ومثل ما عم تشوفوا هذا اسرع تليفون موجود بالسوق، والمالتي كور كمان كتير كتير عالي وما في اي اشكال. الحلاوة فيه انه لهالتليفون السيستم معمول من غير انه ما يعملوا عليه ثرارلي، معناته ما عم بيخففوا قوة الحاسوب وكل اللي عم يجينا هون ماشي مزبوط. 6122 على الاوبن سي ال عليه للتليفون. شغلة تانية كمان عملت سبيد تست بامريكا، رغم انه نحن ما عندنا 5G عليه لهالتليفون، عندنا LTE بس. عم بيجيني 85 تنزيل و52 تطليع على السرعة تاعتنا، وبيني وبينكم منه شيء يعني بينضحك عليه، مزبوط السرعة مزبوطة نقدر نستعملها. أمنيتي إن شاء الله لما يجيني شانس روح على برشلونة على اللانش إيفنت لما يصير هالتليفون عم ينزلوه، إني جرب التليفون هنيك وشوف إذا بيجيني السرعة المضبوطة اللي أنا مستنظرة منه لهالتليفون، لأنه عنده 5G بيتعمل 5G باثنين سيم كارد موجودين تحت التليفون. خلينا نقيم الغطاء هون، عندنا اثنين سيم كارد موجودين لتحت، خلينا نسكر هيدي لهون. عندنا سماعة واحدة من السماعات اثنين، اليو اس بي سي ميكروفون اثنين، سيم كارد، الباور بوتن موجود، الفوليوم روكر على الشمال والباور بوتن على اليمين. لفوق عندنا بس شو اسمه الميكرو للكاميرا الموجودة، ونظامه شكله كتير كتير حلو، عجبني كتير أنا اللون الأبيض. ما بعرف ليه أخيرا معجب كتير بالتليفونات الأبيض، إذا شفت التليفون الفيديو اللي عملته من شي كم يوم لقلكم كمان كان أبيض ومبسوط فيه كتير كتير. سو عشان هيك بقول أنا أقول الخبرة هون موجودة كتير منيحة. خلينا نتحدث شوي عن الكاميرات. مثل ما قلت لكم عنا عدة اختيارات، عدة مودز موجودين في التليفون. عنا ستريت مود اللي خبرونا عنه من كمان من فترة، النايت مود نقدر نستعمل النايت، والاي اي هيدي بنقدر ندورها وبتمشي مزبوط. برو نايت سكيب اون هيدي بتساعدنا نعمل صور احسن كتير، اذا بدكم تستعملوها بس عادي بتدوروها هيك. ستريت فوتوغرافي بتقدروا تزبطوها تعملوها اوتوماتيك را بتعملوها هيدا، وهي لوحدها بتعمل بتغير اللمزات لوحدها لتزبط الكاميرا المزبوط مثل ما هي بدها. مثل ما بتشوفوا هون السيستم شكله كتير منيح، بيتغير بيعمل بيغير كل السيستم لوحده اوتوماتيك حلو. الشغله الثانيه كمان بنعرفها في عندنا الفيديو مثل ما قلت لكم 1080p بالكاميرا الاساسيه الموجوده لقدام، 4K 60 لورا، يا اما 8K 24 فريمز بير سكند، وفيكم كمان تسجلوا 4K 30 على لمزه الالترا وايد. الشغله الوحيده اللي بدنا نحكي بعد لما نوصلها لهونيك كمان بنعمل عندنا بورتريت، ال 50 ميجا بكسل بنستعمل الكاميرا كلها. هال 3D مود موجوده شكلها حلوه منيحه، بس عندنا هون كمان نقدر نستعمل ال 150 درجة البابل بسموها، مثل ما عم تشوفوا كله مبين مثل مدور شوي، وفينا نعملها مزبوط هيك بسموها مثل السمول وورلد. سو خلينا نحط الشارجر هون نشوف كيف نظبطكم اياها، نعمل لها الصوره هيك، ولما لما تنزلوها بتقدروا تشوفوا هيك مثل انه طريقه بتقدروا تستمتعوا فيها لتجربوا عده اختيارات تصوروا شغلات هيك تكون شكلها منيح. شغله ثانيه كمان في عندنا الاكسبرت مود، البانوراما، الموفي مود، سلو موشن، تايم لابس، دول فيديو لنستعمل الكاميرات اثنيناتهم، الميكروسكوب هيدي اللي فاجئتوني من قبل شكلها كثير كثير منيح، وحفرجيكم كمان مساطر عليها. تكست ريدر، ستاري مود، تيلت شيفت لنقدر نعمل صور هيك شكلها حلوه، و 3 دي فوتو بنقدر نستعملها لنعمل صور هيك سبيشال اكسبيرمنت موجودين حلوين.
خليني اعطيكم هلا مصدر عن الكاميرا الموجوده قدام وورا على الفيديو عليها للريلمي جي تي 2 برو. هلا عم نستعمل الكاميرا الاساسيه الموجوده قدام عليها للريلمي جي تي 2 برو. الكاميرا هون بتعطينا 1080 بي 30 فريمز بير سكند، يعني عادي مثل ما بنشوف الكاميرات الثانيه من التليفونات الصينيه. بس على القليل بنقدر نعرف انه من ورا على الكاميرا الاساسيه هون بنقدر نسجل 8 كي، ومش بس هيك فينا نسجل 4 كي 60 وكل هالشغلات. خلينا نقلب على الكاميرا الموجوده ورا وبنشوف قد ايه قوه الكاميرا. حصور لكم هونيك على 4 كي 60 بدل ال 8 كي، لانه باعتقادي انه ال 8 كي ما حتكون كثير شغله فينا ناخذها ونبعثها لناس. 4K 60 بتكون منيحه، الصوره بتكون كثير حلوه، عندنا الفريم ريت لانه بدنا نبطئها ولا نسرعها، وعلى الاقل بنقدر نستمتع بالفيديو. يلا خلينا نقلب لورا. هلا قلبنا على الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا، عم نسجل على 4K 60 فريمز بير سكند. مثل ما قلت لكم فينا نسجل 8K، بس لازم تعرفوا اذا بتطلعوا على الالترا وايد الواسع على الكاميرا ما فينا نسجل ل 4K 30 فريمز بير سكند، 60 حتجي بس على الكاميرا الاساسيه. على القليل بيكون عندنا امكانيات نقدر نسجل بال 1080 بي من قدام، 4K، 8K، كل هالشغلات بتمشي مزبوط، وبتقدر تشوف كل القوه الجديده هيدي اللي جايه من تليفونات من شركه ريلمي. هيدا الريلمي جي تي 2 برو مع سناب دراجون 8 جن 1. يلا ان شاء الله يكون عجبكم هالفيديو. مثل ما شفتوا الصوت والصوره شكلهم كثير منيح. هلا تحت الصوت عندنا الكونفجريشن تاعت الدولبي اتموس موجوده فيه لهالتليفون لنقدر نظبط الصوت، فهذا الايكولايزر بقلبه. معناته لما بدنا نسمع موسيقى مثلا الغنيه اللي نحن معجبين فيها كثير على القناه اليكس كريندو جنبه من ان سي اس ريليز، فنطلع الفوليوم عليه ل 100% نقدر نسمع عليها ونستمتع فيها. ما عندنا هيدفون جاك بس السماعات شكلهم كثير منيح. صوته منيح، عندنا شوية بيس كمان وكتير واضح، منهم أعلى سماعات موجودين بالسوق، بس صوتهم كتير منيح لتستمتعوا على الفيديو، لتلعبوا ألعاب، ولا حتى إذا بدكم تعملوا مكالمات على السبيكر فون، حتكون كتير كتير منيحة وما حيكون عندنا أي إشكال. هلا على الألعاب أنا ما نزلت كتير ألعاب بعد، بس إن شاء الله بعمل فيديو خصوصي للألعاب على هالتليفون، عندنا الجيم سنتر فينا نظبط الشغلات فيها، والحلاوة فيها إنه لما بنستمتع فيه الألعاب على هالتليفون، عندنا الحاسوب كتير قوي. الجيم سيستم بيفرجينا دغري شو قوة الحاسوب وشو قوة السيستم كيف هو ماشي. إذا بنفتح من هون على الشمال بنشوف السيستم جديد، عندنا توقيت، عندنا مثل ما بتشوفوا قد إيه حرارة البطارية، قد إيه الشارج عليها للبطارية كمان موجود فيها. ومش بس هيك، فينا نغير السيستم من performance, balance ولا low power. إذا سحبناها مرة تانية هون بنقدر نشوف الجيم فوكس، ما بعرف ليه نزلت البرايتنس، وفينا كمان نغير النوتيفيكيشن، نعمل تسجيل على الشاشة، جيم فلتر، تاتش ريسبونس هون الاوبتمايزيشن. التليفون رغم انه عنده 120 هرتز للريفرش ريت، عنده تقريبا 1000 هرتز للتاتش ريسبونس، معناته بنقدر يقرا البسمة تاعتنا لما نقرا الشاشة بسرعة كثير منيحة، وفينا نظبطها هون ونظبطها لكل لعبة لوحدها. عندنا كمان الفويس تشينجر هون، عندنا الاورينتيشن لوك، وفينا نعمل اي اديت. الشغلة الوحيدة كمان معجب فيها كثير بتعطينا هذا النظام لنعرف شو هو قوة الحاسوب، مثلا قد ايه الفريم ريت، قد ايه الجي بي يو عم بيستعمل، وقد ايه السي بي يو. اذا بدنا نشوف كل المعلومات مع بعض حلوات فيها، بنشوف الحراره، البطاريه قد ايه عندنا، وقد ايه المعلومات كلها نحن عم نلعب. ان شاء الله حاعطيكم مصدره عن لعبه البوب جي موبايل موجوده عليه، عملت عده ماتشات مزبوط، والحلاوه فيه انه قدرت مشي للتليفون مزبوط على ال 40 فريمز بير سكند، على الحلاوه فيها للشاشه. لما نفوت على السيتنجز ونشوف على السيستم احسن شيء موجود هون تحت الجرافيكس، إذا بدنا أحسن فريم ريت بدنا ننزل على ال HDR، هيدي أحسن شيء على ال HDR بيجينا ال Extreme، معناته 60 فريمز بير سكند. إذا بدنا أحسن صورة وأحسن ريفرش ريت مع بعض، ال 40 فريمز بير سكند بيكون أحسن شيء، وأنا دائما عادة بحب أعملها هيك لأنه بتعطيني أحسن صورة موجودة عليها للشاشة. يلا خليني أفرجيكم مصدرة عن الألعاب. لقيتوا في لهالتليفون اللي الكاميرات الموجودة عندنا هون كتير منيح. الكاميرا الموجودة قدام بتعطينا ال HDR processing مثل ما نحن بدنا اياها، الكاميرات الموجودة ورا بنقدر نعمل نايت مود، اخذتها معي مع العائلة كمان جمعة من شي جمعة وشوي لما رحنا على ديزني كاليفورنيا ادفنشر هون بكاليفورنيا بامريكا، واللي عجبني فيها كثير انه صراحة الصور بالليل طلعوا كثير منيح، ال HDR processing، النايت مود، خاصة البروفيشنال نايت مود مشيت كثير منيحة، والالوان طلعت حلوة كثير خاصة لما كنا عم نستعمل عم بعمل صور اكشلي لما كان عم تنزل الشمس، سو الالوان كانت شوي اورانج موجودة بس زبطت مزبوط، وحتى لو كنت عم باخذ صور لما يكون في شمس ورا البنايه اللي انا عم باخذها فرجيكم اياها هونيك. الحلاوه فيها انه الكاميرات الموجوده هون وخبرته لهالتليفون
انه صراحه كله سرعه، السيستم طلع سريع، عندنا رام بكفي، عندنا السيستم الستورج تبع عليها الذاكره كمان ماشي كتير منيحه. صراحه اذا في شغله واحده بس بدي اقول انا ليه ما بعرف ما ظابطه فيها بالنسبه لي انا، مع كل المميزات الموجوده فيها لهالتليفون، ليه ما عندنا وايرلس تشارجنج؟ بعرف انا انه في ناس ما بيهتموا كتير بالوايرلس تشارجنج، بس انا بالنسبه لي سيارتي تسلا، معناته لما بسوق السياره بظهر بستعمل التليفون كتليفون الاساسي، فوت على السياره انا بحط التليفون على الشارجر الوايرلس. هيدا في كتير شغلات معجبين فيها خاصة هلأ بال 2022، معناته هيدي شغلة أنا بالنسبة لي بتكون إشكال، بس ما بعتقد في ناس مهمة فيها كتير. الشارجر ولا الشاحن اللي بيجي بقلب العلبة 65 واط من 0 لل 100% ب 33 دقيقة، معناته إذا البطارية منها ميتة بتشارجوها بأسرع من هيك، سو ما بيكون في أي إشكال تستعمله. أنا بالنسبة لي بضلني حطه بنفس المحل على الشارجر، بس ما بيشارج شيء بالسيارة. اخر شيء بدنا نقول صراحه المميزات الموجوده فيها كتير كتير منيحه. بعد ما اجاني شانس اشوفه للتليفون الثاني ريمي جي تي 2، هيداك عنده الحاسوب 888، هيدا حيكون كمان فلاج شيب من السنه الماضيه، وعنده مميزات كمان خصوصيه فيها، ما انا نفس الشيء مثل لهالتليفون بس غير الحاسوب غيروه. سو ان شاء الله اذا اجاني وقت بعمل لكم كمان فيديو عليه. خبروني تحت قولوا لي شو رايكم فيه لهالتليفون، وشو بتحبوني ركز عليه لهالتليفون، خصوصيا اذا بدكم العاب ولا بنعمل ديب دايف على الكاميرا اكثر من اللي عملته عليها بهالفيديو. شكرا جزيلا لريلمي انه عزموني رحت اروح على اللانش ايفنت تبعه هذا بام دبليو سي ببرشلونه، ان شاء الله بشوفكم هناك اذا انتم رايحين. واخر شيء كمان شكرا جزيلا على انه شفتوا الفيديو، وان شاء الله يكون عجبكم. بشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.